والاتنين اتفقوا يخلصوا منه ولجأوا لحضرتك عشان هويدا عارفة اللي بينك وبينه وعرضوا عليك الهبشة اللي هي. وكتاب الله المجيد الفلوس ما كانت غرضي، ده صنف يستاهل الحرق بجاز وسخ. أنا كان غرضي أتستر على الولاية. سمعت الاسطوانة دي 10 مرات لحد دلوقتي، شاهمة قوي حضرتك. كانت فين الشهامة ديت لما كنت بتلبس واحدة بريئة حبل المشنقة؟ مش بنت ناس دي كمان؟ وأشرف من الاتنين اللي أجروك؟ ما قالوا ليش يا باشي؟ وكتاب الله ما قالوا لي كده، ده لأن كلام الأنسة هويدة ما دخلش دماغي. قالوا لي ما تخافش، هنجيب لك اللي يستاهل يشيل الحكاية كلها ويبعد عنك. يستاهل؟ يستاهل يعني إيه؟ يعني واحدة من نفس عينته، ويمكن أوسخ كمان. بنت من بتوع الصلاة والكباريهات إياه، ماشية مع طوب الأرض، ومفيش واحد عرفته غير لما خربت بيته وخسرته فلوسه وضيعت منه ولاده ومراته. أعوذ بالله من غضب الله، هي البلد مش هتنضف من الأشكال دي بقى؟ طيب إزاي هتجيبوا البنت دي وتكعبلوها في الموضوع؟ ما هي يا سعدة هتموت بقى وتتعرف على فؤاد عوني ده، يعني عايزة بقى تبقى مطربة مشهورة وتوسع علاقاتها بقى، وانت فاهم بقى الحاجات اللي بتحصل دي، يعني مش اللي هقولك. ماشي ماشي بس انا يعني انت مالكش دعوه باي حاجه يا سعد، انت مالكش دعوه باي حاجه يا حبيبي، احنا اللي هنعمل كل حاجه وهنفتح لك السكه على الجاهز. ويا سيدي يعني نفرض ان حصل اي حاجه، الخطه باظت، انت مالكش دعوه، اقعد في اوضتك وما تنفذش حاجه. اتفقنا؟ ايوه افهم بس ايه ترتيبكم بالظبط عشان اعرف اذا كان الكلام ده مضمون ولا لا. بص يا سعد، لازم تفهم كويس ان فرصتنا دلوقتي مش هتتعوض تاني، وخصوصا بعد ما فؤاد باع شقته وحط كل حاجته في الاستوديو، يعني اكيد هنلاقي حاجتي وحاجه امنيه في المكتب عنده. وبص بقى ايه اللي هيحصل. ايه؟ امنيه هتستغل اي فرصه تاخد المحفظه بتاعتها من غير ما تحس، وحتى لو شهد اكتشفت انها مش موجوده قبل ما تدخل لفؤاد، هتفتكر انها نسيتها في البيت او وقعت منها في العربيه. وبعد شوية هتخترع أي حجة وتنزل بيهم الاستوديو، وتسيب طبعاً شاهد لوحدها معي لحد ما فؤاد يخلص ودخلها. بعد ما تسمع رنتها هتستناها في المدخل وتاخد منها المحفظة وتخليها معي. وأنا بعد ما دخلها له في آخر السهرة هستأذن منه بحجة أني ماما تعبانة، وأنا متأكدة طبعاً أنه ما هيصدق يمشين، لأن البنت زي القمر وأكيد مش هيفوتها من تحت إيديه. وبعدين هستنى تحت في عربيتي. بمجرد ما شاهد تخلص سهرتها وتنزل من عند البيت، وأمنية تعدي عليها بالعربية وتاخدها ويمشوا. أنا اتبهدلت يا موني، اتبهدلت قوي. طيب مش تطلع له على طول بأي حاجة حتى لو ما بعتلكش. أهم نقطة تاخد بالك منها إنك ما تلمسي أي حاجة وانت داخل، وما تعملش اللي اتفقنا عليه بلا الجناح يا سعد. الجناح ده هو أأمن مكان تخلص فيه، مجهز ومكتوب وما بيطلعش أي صوت، يعني لو صرخ ولا صوت من هنا للصبح محدش هيسمع له صوت. وأول ما تخلص علي سعد وتتصل بيا هكون عندك في ثواني، وناخد بقى حاجتنا ونمشي في هدوء. أيوة ست هوايدة، كله تمام، مية مية، خلاص. يا ولاد الكلب يا أوساخ. لا يا دكتور أرجوك، أنا عايزك تهدى كده وما يبانش عليك أي حاجة من اللي سمعته دلوقتي. أهدى؟ أهدى إزاي يعني يا طارق بيه؟ أعمل إيه علشان أهدى؟ أتك على زرار في دماغي علشان يمسح كل البلاوي والقرف اللي أنا لسه سامعهم دلوقتي؟ يا ريت كان ربنا خلقني مكنة حديد أو حتة صفيح حتى علشان لما حد يرزعني في الأرض ويصدمني بواقع منيل زي ده ما توجعش كل الوجع اللي أنا فيه دلوقتي. لا يا دكتور أرجوك، أنا جبت حضرتك هنا مخصوص عشان أفهمك اللي حصل، وتبدأ تمهد لشاهد وتوصل لها الحكاية واحدة واحدة
عشان ما تاخدش صدمة زي دي وهي لسه ما فقتش. اه يا شهد كتير عليك يا بنت اللي بيحصل ده، والله والله العظيم تلاتة حرام. مين ممكن يستحمل يشوف كل الظلم والغدر ده من الناس ويرجع تاني يعيش في وسطهم؟ وهو يعني في حد يقدر يداويها من الجرح ده غير أشطر جراح في مصر كلها؟ كلنا بنتعلم من أخطائنا يا دكتور، والضربة اللي ما تقسمش الظهر. لا يا طارق، ظهر بنتي أرق من إنه ياخد ضربة زي دي ويطلع منها سليم. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. إيه اللي حصل؟ النيابة قررت إخلاء سبيلك بدون ضمانات. وطارق بيه بيقول لك مش عايزين نشوف وشك الحلو ده هنا تاني. بابا انت بتعيط؟ بالتعب اللي وريتهولي يا بنت الرفا دي. ده انا بابتي طلع جامد قوي اخر حاجه. اخر حاجه ازاي يعني؟ مش فاهم. لا ده اكسبريشن كده هبقى افهمه لك بعدين. تمام. المهم بس انا كنت عايزه اسالك على حاجه. هو انت كده خلاص ما تعرفش حاجه عن امنيه؟ الراجل ده يا حبيبتي ده راجل عبيط، ما حدش فاهم منه اي حاجه، عمال يجيب كلمه من هنا وكلمه من هناك ويهرتل. يهرتل؟ عمال يهيس. سليمان المهم يعني طارق بيه ما قدرش يوصل منه لأي حاجة بخصوص صاحبتك. تصوري كمان إن المباحث اكتشفوا إيه؟ إيه؟ اكتشفوا إنه دخل الأمراض العقلية قبل كده مرتين. مش معقول. شفت يا ماما، مش أنا قلتلك إن الراجل ده بيخرف؟ مش وقت الكلام ده يا حبيبتي. أيوة بالظبط يا حبيبتي، إحنا مش عايزين نسبق الأحداث، خليها على الله. وأنا عم بالله. ايه ده؟ تاخد شوية لب؟ لا مرسي. ليه بس؟ ده جامد جدا، جامد اخر حاجة. لو سمحت انا من حقي اعمل تليفون وابلغ مامي. حاضر يا روح مامي، هتعملي كل اللي نفسك فيه. ولازم يكون معايا محامي. واحد بس، ده احنا هنجيب لك النقابة كلها. الله، الثلاثي المرح لسه هنا؟ ايه ما روحتوش ليه؟ انا مش مدي لك مفتاح الشقه يا سامي. ايوه يا عمي، الكي بتاع الشقه معانا، بس هو بس الماب بتاع الطريق هي اللي مش معانا. فاتتني دي، صح عندك حق، هي فعلا دخلت البيت ملعبكه شويه. ولا يهمك يا دكتور. لا بس ما شاء الله ما شاء الله يا عمي، شهد كبرت وبقت موز. ما تتلمع يا حيوان انت، انت هتعكس البيت قدامي. لا بص يا عمي. ازيك يا سامي وزي مامتك وباباك، احنا متشكرين قوي على تعبك معانا يا حبيبي. لا والله ما فيش حاجه. ان شاء الله بقى يا سليمان. ايوه يا ستي حاضر، هنمشي مستعجله على ايه؟ مش لما اعرفك الاول على الشيخ عكاشه دي دكتوره شيء. ايه ده يا بابا؟ انت هم قابضين عليها ليه؟ انت مش قلت لي حضرتك ان شاهد؟ لو سمحتي مش عايزه ولا كلمه دلوقتي. يلا بينا سليمان بقى. لا لا استني يا ماما، استني يا ماما لو سمحت. موني انت ليك علاقه باللي حصل ده؟ الكلام اللي بيقوله الراجل بقى بجد يا موني؟ يا حبيبتي ما ينفعش كده، سيب الناس تشوف شغلها ولما يخلص التحقيق انا يا بابا انا لازم افهم، لازم اعرف مين السبب في اللي حصل لي ده كله والمرمطه دي. انا قلت مش دلوقتي عشان بكره نفهم كله. يا ماما عشان خاطري. موني ردي عليا يا موني، انت ليك علاقه باللي حصل ده؟ ردي عليا يا ماما، انت مش عايزه تبص لي، مش عايزه ترد عليا. اللي بيحصل ده تعالي. Thank you.
كام يا سليمان؟ ارتفاع بسيط بس طبيعي، انت ليش؟ طب يعني ممكن نديها حاجة ثانية؟ لا 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 مش عايز اديها اي حاجة، كفاية عليها المناوم اللي خدتها. احنا بس ممكن نرفع دماغها بس شوية كده عشان ما تصدعش. بص يا سناء بقى، انت تسيبيها نايمة براحتها خالص، وعايزك اول ما تصحى تغسلي لها عودين كرات. كرات وبعد... ايه يا سليمان؟ هنجيب الكرات منين؟ احنا هنا مش في الغيط. طيب خلاص اسف، اعملي لها ايس كركديه. حلو كده؟ هعمل لها كل حاجة في الدنيا والله، المهم انها رجعت لنا بالسلامة. اروح احضر العشاء هنا. يلا بسرعة. وانت كمان يا سليمان سيبها بقى عشان ما تقلقش، احنا ما صدقنا. الو، ازيك يا دكتوره صفاء؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ لا 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 لا، انت كده عامله لي عجز كبير في النسبه. حقك عليا يا شهد، انا اتاكدت دلوقتي ان انا السبب في كل اللي جرى لك. بس والله يا بنتي أنا زيك بالظبط، وعمري ما خدعتك في أي معنى جميل ربيتك عليه. أنا صحيح كنت عارف إن الدنيا فيها الحلم وفيها الوحش، بس ما كنتش أتخيل أبدا إن الصورة غامقة قوي للدرجة دي. صدمتك في أعز صديقة ليكي ما تقلش أبدا عن خيبة أملي في الدنيا كلها. غصبا عني والله يا فندم، اصل انا جوزي فضولي شويه، كل حاجه يسمعها مني ما يرتاحش غير لما يعرف تفاصيلها. لا غيرت ايه، الدكتور سليمان ما بيركزش في المعاني العاطفيه دي. يا ربنا خليك يا فندم وميرسي على ذوقك. فعلا حصل، انا اتصلت بشاكر النهارده وبلغته الحمد لله ان المشكله انتهت. انا جاهزه تماما، ريدي اني تايم. اوكي فاين. طب تحب حضرتك نعمل كونفيرم قبلها ولا؟ طب استاذن حضرتك اكلمك كمان شويه. مع السلامه. رايح فين يا سليمان؟ رايح اتمشى شويه. تتمشى الساعه 2:30 بالليل؟ انت ما تعبتش من الجري اللي جريته يا راجل انت؟ اتعشى يا سليمان ونام لك كام ساعه، عندنا شغل كتير الصبح. يوه بقى، شغل شغل شغل. ايه يا شيناز؟ كتير يعني عليا اشم نسمه هوا تنضف صدري من العفره دي قبل ما ارجع احط الكمامه على وشي واتربط في الساقيه تاني؟ مش معقول بقى كده. الله ساتر. اتق الله يا سليمان، انت لسه ساجد لله ومصلي الفجر. والله انا ما قلتش غير الحقيقه يا عم الشيف. لما رب ابني على الخير والرحمه وحب الناس ابقى بجني عليه؟ ابقى بدمره كمان، واحط بنتي في قفص واحد مع تعالب وديابه وعقارب وتعابين واقول لها حبي سامحي مدي ايدك للي يحتاجها، بصي على النقطة الحلوة المنورة اللي في قلوب الناس، وغمضي عينيكي عن عيوبهم وعن بلاويهم، ارفعي روحك عن الوحل بالشعر والموسيقى والضحكة الصافية. أبقى بعمل فيها إيه يا عم الشيخ؟ أبقى بخدمها؟ ده مش كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك عمرك ما شفت الناس بالعدسة المخيفة دي. لأني كنت أعمى، كنت أعمى يا فاطمة. كام يوم اللي عدوا عليا دول كسروا العدسه الوردي اللي كنت حاططها على عينيا طول الوقت، وخلوني اشوف الناس بالالوان الطبيعيه. من اللي شفته اقولك ايه بس ولا ايه؟ اقولك على البت اللي جابها لنا مجدي علشان تشتغل البواب وتسجله كلمتين؟ الشغلانه الفالصه دي؟ لا يا فنان سامحني انا باص، ماليش انا يا حبيبي في الشغل الطياري ده. انت مالك يا بنت، الشغلانه فالص ولا عيار 18؟ مالكيش فيه.
اللي يخصك يا ماما البرادس. ما هو كل برغوت على قد دمه ولا ايه يا جميل؟ بقول لك ايه يا استاذ مجدي، يعني هتديني كام يعني في الخمس دقايق اللي هقفهم مع التحفه ده؟ الله ما طولك يا روح، اللي هتقولي عليها تاخديه، بس انجزي بقى ولخصي في الحوار عشان مش فاضيين. يعني لو قلت باكو بقى هتاخديه حضرتك، هتاخديه. اتفضلي ادي اهو النص مقدم. اتفضلي حبيب قلبي. بقول لك ايه يا عمر، انا بقى عايزه احلل القرش الجامد ده، انا هديك رقمي وما تعوز تسمع. الله شغل الحلبوحه ابتدى. بقول لك ايه، الراجل دكتور ومحترم. الله، وانا يعني اللي خارجه من رابعه ابتدائي؟ ايه ده، هو حضرتك معاكي شهاده؟ شهاده؟ ده انا معايا احلى شهاده. انا يا حبيبي بكالوريوس تربيه قسم تاريخ، بس الوزاره مش محتاجه تخصصي فشيلوني حصه التربيه الوطنيه. مدرسه اطفال بتربي كتاكيت في الوقت اللي لسه مشاعرهم رقيقه، في الوقت اللي لسه تقدري انك تنقشي في دماغهم، وبتدي لهم ايه بقى؟ تربيه وطنيه. ولا الراجل الشهم العتره اللي اجر لنا البيت اللي في الصحراء والواجب اللي عمله معانا. ماليش صالح يا ابوي، اتبيتوا في عمال، تعملوا دراسات على حجاره الجبل، تعملوا اللي تعملوه، ولكن اني ما يلزمنيش ده كله واصل. انا اللي يلزمني انكم تدوني العشر تلاف جنيه ما ينقصوش مليم. تاني هيقول لي 10,000 جنيه؟ في يا عم صالح، يا عم صالح ما احنا طول عمرنا بنصور عندك وانت ما بتاخدش المنتج اكتر من 5,000 جنيه، في يا عم صالح؟ ده تصوير يا فنان، يعني كاميرا ولمضتين، والله مع السر عليم، لكن انتم عايزين تهدوا وتبنوا. خلاص 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 يا عم صالح، ماشي يا سيدي، احنا موافقين على 10,000 خلاص. اي بس انا ليه طالب عنديكم يا سيدي؟ امر نعمل عقد موثق في الشهر العقاري. شهر عقاري؟ شهر عقاري يا عم الشيخ؟ شيخ اديك قلتها بخشمك. انا يا جماعه شيخ مسجد بام الناس، وقدرنا بقى انكم خدتوا المطرح بطريقه براني، يعني تخزنوا فيه حشيش، تخزنوا فيه سلاح، تجيبوا حرمات. ما انت قلت مالكش صالح. ماليش صالح يا ابوي، واعملوا اللي يلد عليكم، بس لا قدر الله بقى الحكومه كبست علينا، ماني هروح في الرجلين انا كماني، وابص للناس وهي تبص عليا وتقول شيخ منافق بياكل حرام. يبقى ليا الحق بقى ان انا امن على نفسي واحافظ على سمعتي، ولا لا يا باشمهندس؟ ها، يبقى له حق ولا لا يا أستاذ الدكتورة؟ يبقى له حق ولا لا يا عم الشيخ فرجاني؟ شفت يا عم الشيخ؟ شفت الصعايدة وصلوا لحد فين؟ لا، وإمام مسجد، إمام مسجد. شفت الفلوس لما بتطلع دلوقتي وتتفرد على الترابيزة بتعمل إيه في الناس؟ يا راجل ده مفيش جنس مخلوق في النصبايه اللي عملناها دي كلها، طلبنا منه اي حاجه وكلف خاطره انه يسالنا انتوا بتنيلوا ايه؟ بشويه ورق غبي تقدر النهارده تعمل اي مصيبه في اي حد. بس كده حضرتك بتحمل نفسك فوق طاقتها. وانا لسه قلت اي حاجه يا فاطمه؟ ده كل اللي شفته ده ما يجيش ربع اللي انا شفته في الاسم ولا في النيابه يا عم الشيخ. مهرجان مهرجان، ومحدش يقدر يميز اي حاجه بتحصل خالص. مراتي تروح لأكبر مكاتب في البلد علشان تنقذ بنتي بالقانون، تتجرى يا حبيبتي وتترمي في الحبس، وأنا لما ألجأ لنصاب ودجال وبنت ليل وشوية مرتزقة أطلع بنتي من الحبس، والنيابة تديني قرار الإفراج مع الشكر والتحية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه يا بلدين، مش ده مكتب رئيس النيابه؟ انت بتسال مين يا ابني انت بالظبط؟ بسال على طارق بيه. طارق بيه فرح النهارده، انت عايز تقول له ايه وانا ادين لك؟ عايز اقدم بلاغ. السلام عليكم. كرسي بس بعد اذنك. تا 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 تا. اهلا اهلا عفريته هانم. بذمتك وانا راضيه ذمتك، ما وحشتكيش؟
وحشتني ايه؟ الا وحشتني وحشتني وبس، دي مش كفايه، ده انا ما بنامش الليل. بيتي عسل والنبي قمر، والله قمر. بقول لك ايه يا بت، انت ما تاخدينيش في دوكه وتعملي عليا الحبتين بتوعك دول، انا لسه مقابله امك على نصيه الشارع وبتشتكي لي منك لما حسها اتنبح. انت مش هتبطلي بقى شغل العيال ده وتتجوزي ونرتاح منك؟ هتجوز يا ستي وربنا لا اتجوز، ومستعده اتجوز اول راجل تجيبه لي دلوقتي حالا ويكتب عليا هنا قدامك، بس خلصي لي المصلحه دي الاول، ربنا يخلي لك مهند وتفرحي بيه يا رب. مصلحه؟ مصلحه ايه يا مجنونه انت كمان؟ قضية فؤاد عوني. ما خلصت يا ماما، ومسكوا اللي عملوها والمولد انفض خلاص. ايوه ما انا عرفت كل حاجه، هو انا يعني اخش عليكي بايدي فاضيه كده؟ ده انا معايا فضل تخرج معلومات قد كده اهو. امال عايزاني في ايه بقى يا شاطره؟ تحبيش تحبيش يا ست الكل يا جامد انت، هو في اكل بيتبلع من غير تحبيش؟ يعني اتمسك ازاي؟ اتقبض عليه ولا سلم نفسه؟ ايه اللي بينه وبين فؤاد عوني عشان يقتله؟ سرقه ولا خناقه ولا ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. حلك حلك رايحه فين ومين اللي هيجيب لك ده كله؟ والقضيه لسه ما اتحلتش ولا نزلت جلسه. ايه وفي غيره يا باشا؟ حبيبك اللي شغال مع طارق بيه. لا انسي بقى يا حبيبتي، محمود عمره ما هيقول اي حاجه طول ما التحقيق شغال والملف كله في ايده. سلام. احلى شاي على ميه بيضاء يا استاذه. شكرا يا ريس. كده حسابنا كام بقى؟ واحد شاي اهو وفي اتنين رومي. بتخلي عنك المره دي يا استاذه. يا عم وخلي ليه؟ شكرا يا عم. خلاص 5 جنيه. 5 5 كله على حساب صاحب المخان. كله على صاحب المخان. اوعى قلبها حن دي بقى ولا ايه؟ الو ايه؟ ايوه يا سلوى. لا انا لسه تحت في المحكمه. طب بقول لك ايه، عايزاكي تطلعي دلوقتي حالا قبل ما اغير رايي، 5 دقايق بالظبط والاقيكي قدامي. عندي ليكي حته دين خبر، انما ايه قنبله. انت بتهرج يا محمود؟ مصحيني بعد 48 ساعه شغل عشان تقولي في شكوى اتقدمت لرئيس القلم؟ ما يزفتها عنده لغايه ما يعرضها عليا بكره. ايه ناس مين اللي اجروه دول يا محمود؟ شريف رستم؟ هو بعينه يا فندم اخو الدكتوره شاهيناز اللي ماسك لها شركه العاشر. عارفه صباح خير، عارف وعارف شركته ومقوله كله. صباح خير يا صبري. انا بس اللي عاوز افهمه، انت ازاي وصلت للتفاصيل دي والراجل لسه مقدم البلاغ النهارده؟ ده سر الصنعه بقى يا استاذ، وبصراحه كده لازم احتفظ بيه نفسي. بقول لك ايه يا عبير، مش وقت خفه ولا طفوه حط ابوكي عشان اخد منك معلومه زي دي، لازم الاول اعرف مصدرك ايه بالظبط. الجثه يا فندم. نعم. مصدري هو نفس الراجل اللي قدم البلاغ، عربي عبد المحسن فهيم. يعني ايه؟ انا اصلي اول ما عفقت الخبر العظيم ده استنيت صاحبنا لما خلص مع السكرتير ورئيس القلم، ونصبت له الفخ التمام وقفشته بسرعه قبل ما يخرج من المحكمه. بصراحه الراجل كان مؤمن جدا بدور الصحافه في المجتمع المدني، كعالي الحوار كله على تسجيل الموبايل، وابتسم ابتسامه عريضه، رحت هبداجي 5 6 صور على كاميرا الموبايل برضه. الا بالمناسبه يعني يا فندم، هو انا هفضل اشتغل بالموبايل الخرده ده كتير؟ انا قصدي يعني موبايل ايه يا بنت الامان المتواضعه دي؟ ده انا هجيب لك احدث تكنولوجيا وصلت لجرايد مصر. مش كده وبس، ده انا هقعدك على اشيك مكتب في تحقيقات الجرنان. يا عبير انت يا بنت، انت موهبه صحفيه شابه قادمه بسرعه الصاروخ. ميرسي جدا والله يا فندم، انا مكسوفه من الكلام الكبير قوي ده. لا ما تتكسفيش، ارفعي راسك لفوق. اصلك ما تعرفيش انت عملت ايه. بصي، اولا قصه عربي فهيم دي مش هتوصل لاي جرنان في مصر قبل ما النيابه تفحص الموضوع وتاخد قرارها، يعني بالميه كده قدامهم يومين. طب وثانيا؟ ثانيا بقى، لا ثانيا دي بقى تعرفيها لما تشوف الديسك هيعمل ايه في الشطه بتاعتك عشان يقدمها في اسخن طبق على سفره بكره ان شاء الله. هو بس في حاجه غريبه حصلت كده في السكه وانا مش قادره افسرها.
حاجتين. الكائن اللي اسمه عربي ده بعد ما خرج من المحكمة ووصل أول الشارع كان في عربية جامدة قوي مستنياه، فارهة لا تتناسب إطلاقاً وهيئته المقندلة. شايناز انت شخصية واعية جدا، very intelligent، ومش هتاخدي موقف من الضغوط اللي عملناها عليكي وقت زنقت بنتك. لا طبعا يا مستر نديم، الشغل مفهوش اعتذارات ومواقف شخصية وكلام الرومانسي ده. احنا عارفين قدراتك كويس قوي يا دكتورة، وكنا متأكدين انك هتحل المشكلة التافهة دي بضوف الرجلك الصغير. ميرسي يا مستر نديم على الثقة الجميلة دي، بس هي المشكلة ما كانتش تافهة قوي للدرجة دي. اوه انت شكلك anyway. انا عارفة طبعا ان الدقيقة من وقت سعادتك بتساوي كتير قوي، فبلاش نضيعها في كلام لا هيودي ولا هيجيب. very good. تحب اقول اللي عند الاول ولا ladies first؟ لا طبعا ladies first، ده انت ملك الاتيكيت. اوكي go ahead. انا مش هقدر اسافر كاليفورنيا بناء على الاتفاق القديم. يعني يعني وصلتني معلومة بتقول إن الجروب اللي هيستقبلوني هناك فيهم شخصية اسمها مايكل روبن. Yes. What is the difference؟ لا الاختلاف انت عارفه كويس قوي يا مستر نديم، وانا هسيبك تحسبها براحتك، لاني عارفة انك لما هتعيد حساباتك هتلاقي ان الديل بالشكل ده مش فير ابدا بالنسبة لي. حتى لو عدت حساباتي وصلت لنفس النتيجة، انت ناسية ان انا مش الطرف الوحيد في الاتفاق ده يا دكتورة. لا بس انت لغة التفاهم الوحيدة اللي بيني وبينهم يا مستر نديم، وبصراحة بقى انا بثق فيك جدا ومتأكدة انك هتقدر تحل مشكلة تافهة زي دي بضافر رجلك الصغير. لا جامدة ملعوبة، لا بجد ملعوبة حلوة اوي اوي. انت طبعا عارفة طبعي انا ما بعرفش اتكلم في اي عملية جديدة غير وانا باكل. تحب تاكل ايه؟ ايه يا ابني الصور السكر ها؟ فين البصل؟ لو مؤاخذة يا دكتور، طب والله ما خدت بالي عينيا. وقت رغيف طارق، ايه يا حمادة؟ حبيبي يا دكتور حبيبي عينيا. حاضر. اطلع لي يا ابني بصلايا. والله احنا منت منت والله، ثانية واحدة بس. برايفت، تفتكر مين البرايفت نمبر ده يا اخ حمادة؟ والله انا ما اعرف حاجة، بس اكيد اتصل بحضرتك يبقى اكيد راجل مهم وبرايفس. والله لا هو كمان بيشكر فيك اهو حبيبي. نرده بقى. ايوه ايوه انا سليمان. مين معايا؟ مع سيادتك احمد حسين مدير مكتب وزير الصحه. ثانيه واحده يا فندم. شوف يا دكتور رفيق، انا بفكر ان انت حضرتك تمسك مكتب. مع سيادتك دكتور سليمان العريني يا فندم. اهلا يا سليمان، ازيك؟ انت ايه حكايتك يا جدع؟ انت عامل فيها عبقري الالفيه الثالثه مش عايز تقابل الوزير بتاعك؟ ده كلام برضه معليك. ده كلام ده انا يكون لي عظيم الشرف طبعا. ما حدش بس والله قال لي ان حضرتك رجعت من برلين. اه باكل يا فندم، اتفضل معايا. ابدا نفسي هفتني على لحم غزال بصوص الباربيكيو. طب يا سيدي بالهنا والشفا. المهم انت فين دلوقتي؟ منتجع سياحي؟ ده في القاهرة ولا فين بالظبط؟ امال ايه الدوشة اللي جنبك دي؟ لا حضرتك دول في جماعة من بتوع السينما بيصوروا فيلم عن تدهور الوسط الشعبي وانتشار العشوائيات. طيب اسمعني انت كويس يا سليمان، عشان انا مش عارف اسمعك من الدوشة اللي حواليك. امين بيه عزام عامل حفلة كبيرة في الفيلا بتاعته على شرفك يا سيدي. وايه اللي بمناسبة ايه؟ بمناسبة انه خف وقام بالسلامة على ايدين سعادتك، وبمناسبة براءة بنتك من المصيبة اللي كانت فيها.
في كلتا الحالتين انت بطل الحفلة دي يا سليمان، يعني ما ينفعش تعتذر ولا تتأخر ولا تختفي زي عوايدة. الحفلة دي مهمة وهيبقى فيها شخصيات عامة من أهم الشخصيات في الدولة. أرجوك يا سليمان بلاش الحركات بتاعتك دي، اوعى تختفي هنا ولا هنا، ما تصغرش نفسك وتصغر مراتك معاك. يعزمك فين؟ هو الراجل طايلك ده بقاله 3 ساعات بيتصل بيك وسيادتك ما بتردش. رد؟ طب الحمد لله، مش عارفة أشكر معليك إزاي والله يا فندم، بس سيادتك ضيعت من وقتك كتير قوي، وأنا أكدت المعليك إن كده كده هوصل له. مفيش مشكلة يا فندم، ربنا يخلي سيادتك لينا يا معالي الوزير. طبعا طبعا ان شاء الله، بكرة الساعة 8 مساء بإذن الله. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. صباح الخير يا ست شه. عايزه ايه يا نوسة؟ عايزه سلامتك يا ست الكل، والنبي انت منوره الجنينه والشجر والورد نوسة والدنيا. انا مش طايقه اسمع صوت بني ادمين، معلش. طب انا اسفه، حقك عليا. ولا يهمك. هو بس الدكتور جه الصبح عشان يطمن على حضرتك، لقاكي لسه نايمه، فساب لي الظرف ده واكد عليا اديهولك اول ما تصحي. لو عاوزتي اي حاجه من جوه اديني مزد بس، هتلاقيني قدامك على طول. ماشي يا نوسة، شكرا. ايه يا بنت النوم ده كله؟ بتعوضي الليالي السودة اللي قضيتيها في الحبس يا سوابق يا رد السجون؟ اصحي بقى ما يبقاش دم كتير، وتفتريش قوي في الفطار عشان انا عزمك بالليل على حتة اكلة هتنسيكي الدنيا كلها. وهتروحي كده ولا كده؟ انا هاخد المستشفى عليكي على طول، واحتمال بعد ما تاكلي العزومة دي ترجعي معايا المستشفى تاني نعملك غسيل معدة وشوية تحاليل. بيروح ولا بيجي ولا عايز يتظبط من الصبح يا راندا. نقول سيده هتاخد شيفت الخميس بالليل، تقولك لا خليني السبت الصبح عشان فرح اختي. نحط بدلها فاروق، يقولك انا واخد الاسبوع اللي فات كله طوارئ وعناية. راندا، دكتوره سهال عايزاكي في حاجه. ثواني. ازيك يا نهى؟ الحمد لله يا دكتوره. خير يا دكتوره؟ في ايه اللي حصل؟ قوليلي، ما تعرفيش دكتور سليمان جاي المستشفى امتى؟ دكتور سليمان؟ انا سمعت من داليا انه المفروض جاي النهارده، اكيد عنده حالات كتير ما مرش عليها من اسبوع. طب في ايه بس؟ مالك طمنيني. رندا، انا عارفه انك اكتر واحده في المستشفى قريبه منه، يا تديني رقمه يا تكلمهولي دلوقتي حالا. ايه يا صافي، كل ده نص ساعه؟ المهم عملتي ايه؟ طب هايل، كويس قوي. هو جنبك دلوقتي؟ طب ادوني اكلمه. ايوه عربي، كويس انك انت ما رحتش النيابه النهارده، حظك من السما. حظي ايه بقى يا باشا؟ ده انا طلعت فقر قوي ونحس كمان. امال ايه سعادتك؟ ما كده السبوبه طارت والارنب اتحرق في غمضه عين. الا بالمناسبه بقى يا باشا، بالنسبه يعني للعربون اللي انا خدته من سعادتك، طار هو كمان ولا ايه؟ لا يا عربي، حلال عليك. طبعا، امال انت فاكر ايه؟ انت طلعت جدع معايا وانا لازم اقدرك. تسلم يا غالي، متشكر جدا، مع السلامه. شريف، انت اهبل ولا شكلك كده؟ وليه بقى الغلط ده يا شاهي؟ 200,000 جنيه حلال عليه عشان اتكلم معاك كلمتين وكمان ملحقش يكمل المطلوب؟ طبعا، هو خدهم وخلع ولا احنا اللي قلنا له ستوب ما تكملش؟ ده بيزنس يا شاهي، وانتي بيزنس وومن قديمه وعارفه اصول اللعبه كويس. عربنت على مشروع وسحبت ايدي منه، يبقى اللي اندفع مش بتاعي
وماليش في مليم. لا شاطر طبعا شاطر، وانا الوحيد اللي كنت هخلصك من المصيبه دي في 24 ساعه لولا بقى ان القدر سبقني وما ادانيش فرصه ابين لك شطارتي وحملك دين تشيلي العمر كله. معلش يا حبيبي متعوضه، وادحنا فيها، وريني بقى شطارتك في اللي جاي. اللي جاي هو ايه اللي جاي؟ انا احتمال اسافر امريكا قريب، وعاوزاك بقى تفوق لي شويه كده عشان سعادتك هتشيل مكاني في المستشفى ومركز الاشعه.